الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم بارك اسمك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم
قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استوى للصلاة الله أكبر سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد وصلنا الآيات لقوم يعلمون
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كذلك زين لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استووا نصلي لو شافوا ماتي استووا 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 الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى إلى النور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا وقتنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا وعن النار سترا وحجابا وعن النار سترا وحجابا وعن النار سترا وحجابا وعلى الخيرات كلها دليلا وإلى الخيرات كلها دليلا وارزقنا على التمام وارزقنا آداء بالقلب واللسان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرؤونه فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرؤونه فيشقى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا بنور القرآن، اللهم ارحم موتانا بنور القرآن، اللهم زين قلوبنا بنور القرآن، اللهم ادخلنا الجنة بالقرآن واجرنا من النار بالقرآن. اللهم اجعله لنا شافعا، اللهم اجعله لنا شافعا، اللهم اجعله لنا شافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عازبا إلا زوجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك الرضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا. قلت وقولك الحق المبين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، دعوناك ربنا فتقبل منا. إلهنا إلهنا إلهنا، عصيناك بالخلوات، عصيناك بالخلوات، عصيناك بالخلوات، أنت أعلم بها منا يا علام الغيوب.
الذنوب. اللهم إن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا يا غفار. اللهم إن لم ترحمنا فمن يرحمنا يا رحمن. اللهم دعوناك ربنا، اللهم دعوناك مالكنا، اللهم دعوناك مالكنا، دعوناك ربنا رازقنا. اللهم استجب دعاءنا، اللهم أعط كل واحد منا سؤله، اللهم أعط كل واحد منا سؤله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المضطرين في الصومال، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا في السودان، وانصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا المجاهدين في أوغندا. اللهم وانصر إخواننا المسجونين في أوغندا. اللهم فك أسرنا ومسجد الأقصى. اللهم فك أسرنا ومسجد الأقصى. اللهم فك أسرنا ومسجد الأقصى. اللهم فك أسرنا المسجونين في أوغندا وسائر بلاد المسلمين. اللهم